رياضيا، يخوض الهلال السوداني مساء غد الجمعة مباراة مهمة بعيدا عن جماهيره أمام الأهلي القاهري ضمن مرحلة المجموعات في دوري أبطال إفريقيا. ويدخل الهلال السوداني بدافع الحفاظ على موقعه في صدارة المجموعة التي يتزيلها الأهلي القاهري بدون نقاط عقب خسارته أمام النجم الساحلي. وقال مدير الكرة بنادي الهلال محمود جبارة السادة إن فريقه جاهز لخوض مباراة الغد أمام الأهلي القاهري. وأعلن مدير الكرة بالهلال عن ثقته الكبيرة في اللاعبين، وأشار إلى أن الدوافع كبيرة لتقديم مباراة كبيرة. أجرى اتحاد كرة القدم تعديلا على جدول مباريات الدوري الممتاز لكرة القدم، وأصدرت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم قرارا قضى بتعديل على بعض مباريات الدوري الممتاز. وقالت لجنة المسابقات إن قرار تعديل البرمجة جاء بسبب ما سمته مستجدات أدت إلى تأجيل وإلغاء بعض المباريات في الموسم الحالي. وقالت اللجنة إن مباريات الدوري الأولى ستكتمل في 31 من ديسمبر الجاري على أن تبدأ فترة التسجيلات الشتوية في 2 يناير، وتشكو الأندية من تكرار ظاهرة تعديل برمجة الدوري الممتاز بسبب ما تجريه أو تحدثه من ربكة على برامج الإعداد.